بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أحباء المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله سماحة الشيخ. إن شاء الله حياك وبياك إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ مرة ثانية. حياكم وبياكم، الله يحفظكم ويأيدكم إن شاء الله. متواصلين سماحة الشيخ أيضا في الرد حقيقة على أسئلة المشاهدين الكرام. لدينا أيضا السؤال طبعا صاحب الصفحة باسم مولانا صاحب العصر والزمان يا صاحب الزمان، يقول صاحب الصفحة يريد علاج للقولون العصبي بالأعشاب، وأيضا لديه سؤال ثاني يقول لدي طفل عمره 8 سنوات لديه تبول لا إرادي في الليل. يعني هاي سؤال يا سماحة الشيخ. هسه بالنسبة إلى علاج القولون تكلمنا عنه. نعم. لكن تتميما للفائدة بما أن السائل سأل هذا السؤال فنجيب هذا السؤال. إذا نرجع إلى سبب القولون في روايات أهل البيت عليهم السلام، مثلا أكل البيض والسمك والجمع بينهما في المعدة في وقت واحد يسبب هذا المرض. دخول الحمام على الشبع يسبب هذا المرض. الجماع مع الامتلاء يسبب هذا المرض. نعم. أكل البطيخ على الريق يسبب هذا المرض. هسه المستفاد من مجموع الأخبار أن علة هذا المرض، يعني العلة لمرض القولونج، هي كل ما يعرقل عملية هضم الطعام. كل شيء يعرقل العملية، مثلا الإنسان شبعان ويأكل على الشبع طعام، مثلا يلون مثلا في طعامه، هذا كله مضر لهذا المرض. مثلا الأطعمة الضارة، الموطة مثلا جدا مضرة. نعم. لأن هذا من الأمراض الباردة، فلا بد أن يتحامى من الأطعمة الباردة مثلا. نعم. المشروبات الغازية جدا مضرة جدا مضرة لهذا المرض. الحلويات الاصطناعية جدا مضرة. الدجاج الاصطناعي، هذا الدجاج في المصانع لما بعد خرج من حالته الطبيعية. نعم. فهذا هو مضر. لحم البقر مضر، فالعوض لابد أن يكون لحم الغنم. لكن المؤمنات لهذا المرض، الهندباء مثلا جدا نافع، الجزر مثلا، التمر، الملح، كما روي عن أبي جعفر عليه السلام إن في الملح شفاء من 70 داء، أو قال 70 نوعا من أنواع الأوجاع، ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به. ولهذا الإنسان يبدأ طعامه بالملح ويختم بالملح، لكن لابد أن يلتفت، المقصود من الملح هو ملح البحر. نعم. لا هذا الملح الأبيض اللي الآن موجود في الأسواق، فإنه كما يعبرون عنه بالسم الأبيض، المقصود هذا الملح الذي يوجد في الأسواق. لكن أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على قضية الملح، لكن المقصود من الملح هو ملح البحر، أن الإنسان يبدأ بالملح ويختم بالملح. كثير من أمراض الجهاز الهضمي يرتفع بواسطة البدء بالملح والختم بالملح عند الطعام، جدا جدا نافع. بعد التين جدا نافع، فهو علاج كذلك لمرض القولونج. الدباء أو القرع جدا نافع لهذا العلاج. هناك توجد صلاة القولونج اللي يصليها الركعتين من الصلاة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذا سورة القمر آية 11. من بعد الحمد يقرأ هذه الآية ثم يركع يسجد مرة أخرى كذلك، فهو يرفع هذا المرض بإذن الله تبارك وتعالى. ماء المطر كما ذكرنا في الحلقات السابقة عن ماء المطر مع قراءة الآيات والأذكار. بالنسبة على الماء فهي جدا نافعة. توجد يعني أمور أخرى، مثلا التنقية بماء الملح، يعني تأخذ مقدار من الماء الفاتر، نعم، تضع مقدار من الملح البحر فيه، ثم من يعني طريق المقعد تدخل هذا الماء عن طريق المقعد، تنقية يعني معروفة، نعم، بجهاز خاص موجود لهذا المعنى. تنقية بماء العسل جدا جدا. الآن إذا تأتي إلى الطب الغربي لا يوجد علاج يعني لهذا المرض مع الأسف الشديد، لا يوجد، لكن في روايات أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى علاج هذا المرض، لأن هذا المرض إن بقى مع الإنسان يتبدل إلى السرطان نستجير بالله. فإذن لابد أن الإنسان يعالج نفسه بهذه الأمور. والأهم من كل شيء الصدقة والحمد والدعاء والقرآن والاستغفار، جدا جدا هذا هو أصل العلاج لجميع الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة إلى المرحلة الثانية من الجواب، نعم، بالنسبة إلى أنه التبول اللا إرادي في، نعم، الفراش، نعم، لطفل عمره 8 سنوات، هذا غالبا يعني يأتي من شدة البرودة، ولهذا الامتناع من الأطعمة ذوي الطبيعة الباردة بالأخص في الليل، مثل الزبادي، مثل البيبسي، مثل الماء البارد، فلا بد أن يمنع الطفل. بالنسبة للطفل العايش أيضا، نعم نعم، مضر، مضر جدا جدا، مضر للطفل. تدهين الظهر والكليتين والمثانة بزيت الحبة السوداء ليليا جدا نافع. فرأينا آثار، يعني التجربة موجودة تدل على أن لهذه الوصفة من آثار لهذا المرض. قبل النوم أكل العسل بالأخص مع الحبة السوداء ملعقة. على ممكن الطفل ما يأكل الحبة السوداء، هي حبة البركة، لكن ملعقة من العسل فهو نافع. وتقرأ على الطفل 7 إلى 70 مرة الحمد، إن شاء الله ينقطع عنه البول بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة إلى هذا الجواب. بارك الله بكم، أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا لدي سؤال آخر من الأخت أسرار العلا. تقول الأخت: يا ريت سماحة الشيخ يذكر في الحلقات القادمة لبرنامج طب أهل البيت يتحدث عن مرض السوفان سماحة الشيخ، نعم. وأيضا تقول الأخت: ومرض التهاب اللوزتين، لديها طفلة عمرها 9 سنوات، نعم، أيضا تريد علاج لمرض اللوزتين، نعم. الآن بالنسبة إلى هذا المرض السوفان، هو من الأمراض المزمنة، وهو أكثر شيوعا في المفاصل، يعني جدا مرض يعني مؤلم. الآن للوقاية والعلاج ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام: الغبيراء يعني تمر العجم، يعني يطحن هو وجلده ولحمه وعظمه كما قال أمير المؤمنين، ويؤكل يوميا ملعقة مع الحليب، حليب البقر، جدا نافع لتقوية المفاصل والعظام بالأخص مع العسل، لأن بعض أطباع باردة، نعم، لابد أن يأكله أو يشربه مع العسل. السويق كما قال الإمام الصادق كما ذكرنا: فإنه ينبت اللحم ويشد العظم. الآن بالنسبة إلى قضية السويق، يوميا يأكل ملعقتين يعني كبيرتين من السويق، سويق الحنطة أو سويق الغبيراء تمر العجم، هم في نوع من السويق، فهذا نافع جدا لتقوية المفاصل والعظام. عدم شرب البيبسي، لأن كثير من الناس الآن قد ابتلوا بأمراض مختلفة ما ترجع إلى العظام والمفاصل، وذلك لكثرة شرب البيبسي وما شابه هذه المشروبات الغازية، جدا مضرة على الإنسان وتسبب هشاشة العظام. كثير من أمراض العظام الآن في زماننا ترجع إلى قضية استخدام هذا البيبسي، قد ما الناس تشرب من هذا البيبسي يبتلون بأمراض مختلفة. استخدام اللبن مع العسل جدا نافع. لإزالة الألم تدهين بزيت الحبة السوداء، تدهين بزيت الحبة السوداء فهو يزيل الألم بالأخص بالليل عند النوم. كذلك التين، التين يقوي العظام ويقوي المفاصل، فله منافع كثيرة على بدن الإنسان. هذا بالنسبة إلى قضية مرض السوفان. لكن بالنسبة إلى التهاب اللوزتين كما ذكرت لطفلة عمرها 9 سنوات نعم. في قضية الغرغرة ليلية بشيء من خل العنب، مقدار من خل العنب ومقدار من الماء الفاتر، إذا تستطيع يوميا مرتين، يعني مرة بالليل ومرة الصباح عند استيقاظها من النوم، يوميا مرتين تتغرغر بماء الخل وماء فاتر، مقدار شيء من الخل قليل وماء فاتر يخلط بعضها مع بعض وتغرغر هذه الطفلة. كذلك مع شيء قليل من الملح، الماء الفاتر مع مقدار من الملح البحر، كذلك الغرغرة بهذا الماء الفاتر والملح، ملح البحر، فهو نافع لإزالة حالة التهاب اللوزتين. أو العسل والحبة السوداء في اليوم ملعقتين، ملعقة صباحا وملعقة مساء إن شاء الله، فهي رافعة لهذه الحالة بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. والأهم الصدقة والحمد، نؤكد على الصدقة والحمد، فهي أصل العلاج، أصل العلاج لجميع الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله بكم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. أيضا لدينا سؤال حقيقة من الأخ أبو زهراء من محافظة واسط في العراق، يقول أنا أشكركم على هذا البرنامج، لا شكر على واجب يا أخ أبو زهراء، وأرجو منكم أن توصلوا الرسالة إلى سماحة الشيخ، تحياتي الطيبة لكم جميعا، إن شاء الله أيضا. أرجو إضافة علاج لأمراض المفاصل والسمنة ولكثرة المشاغل حقيقة. يقول الرجل لا يتسنى لي مشاهدة كل الحلقات، أريد تنزيلها على اليوتيوب كل الحلقات، أرجو مساعدتكم لتنزيل كل الحلقات على اليوتيوب. إن شاء الله في خدمتكم أخ أبو زهراء إن شاء الله. طبعا قسم من الحلقات نزلت على اليوتيوب موجودة حاليا، وإن شاء الله القسم الآخر قريبا إن شاء الله سوف ينزل على اليوتيوب. سماحة الشيخ قبل أن نجيب على الأخ أبو زهراء إن شاء الله نطلع فاصل ونرجع إلى خدمتكم إن شاء الله. أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وبرنامج طب أهل البيت، وضيفي الكريم سماح الشيخ أحمد دريس. الله يحفظك ويدك. حياكم الله سماح الشيخ. قبل الفاصل طبعا قرأنا رسالة الأخ أبو زهراء من واسط اللي يريد حقيقة علاج لأمراض المفاصل والسمنة أيضا. بارك الله بكم سماح الشيخ. ظاهرا في السؤال القبلي أشرنا إلى قضية المفاصل، يعني نعم. لا نكرر مرة أخرى، يعني ذاك السؤال يكفي نعم. للإجابة لأمراض المفاصل، وكان حلقة سابقا كاملة حول آلام المفاصل وأمراض المفاصل، وأجبنا يعني بالنسبة إلى الأمراض، يعني أشرنا إلى العلاجات المختلفة بالنسبة لأمراض المفاصل فلا نعيد. لكن بالنسبة إلى السمنة والكرش، يعني هناك عدة أمور وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الباب. أولا كيف نقابل السمنة؟ أولا تحديد الطعام. مع الأسف الشديد الآن تعددت الوجبات، يعني كل ساعة وجبة كل ساعة وجبة نعم. هذا يسبب السمنة يعني بطبيعة الحال. ولهذا كما جاء رجل واشتكى عند الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليهما، فقال إني أشتكي الآلام، آلام يعني ما هو ألم واحد، فالإمام سلام الله عليه قال تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيء، يعني وجبتين في اليوم، وجبة الريوق ووجبة العشاء. الآن طب الغربي يمنع وجبة العشاء، بينما طب أهل البيت عليهم السلام يؤكد على وجبة العشاء ويمنع وجبة الغداء المعروف بعد أذان الظهر مثلا. هذا ممنوع في رواية أهل البيت عليهم السلام، فهو يسبب ماذا؟ زيادة الوزن والسمنة. بعد مراعاة الحالة، مراعاة أصول الأكل، يعني أن الإنسان لا يأكل إلا على شنو؟ الجوع. لكن الآن الناس ما يلحقون حتى شنو هو؟ يجوعون. نعم. إيه نعم. ولهذا عندما نأتي إلى رواية في المحاسن قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل قال يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا. لا تأكلون حتى شنو هو؟ تجوعون. وهذا موجود في رواية أهل البيت عليهم السلام. وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا. أولا لا تأكل إلا أن شنو هو؟ الجوع. وإذا بدأت بالأكل لابد أن لا تشبع، فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم. يعني هذا كناية على ماذا؟ على السمنة. نعم. وسمنت جنوبكم ونسيتم ربكم. فإذا الإنسان حينما يأتي إلى الأكل أولا لا يأكل إلا أن يجوع، وعندما أكل لا يشبع. نعم. فهذا أول الشيء. فإذا تحديد الطعام ومراعاة أصول الأكل في روايات أهل البيت موجود هذا المعنى. عدم تلوين الطعام، أن لا يلون في مائدة واحدة، يلون أقسام مختلفة من الطعام. فهو الطعام سماحة الشيخ طبعا عفوا المقاطعة. نعم. بس خلينا نوضحها للسادة المشاهدين. نعم. تلوين الطعام مو الألوان، يعني سماح الشيخ يقصد أنه أكثر من نوع للطعام. يعني إيه أكثر من نوع يعني. نعم. هذا تعبير مجازي. نعم. أنا يلون بالطعام. نعم. باعتبار أنه يكثر أقسام مختلفة، أنواع مختلفة من وجدت ألوان للطعام واقعا سماح الشيخ. نعم. وهذا بعد بلاء على الناس بعد. نعم. فإذا المقصود أن يأكل في مائدة واحدة من أطعمة متعددة منوعة، فهذا يسبب ماذا؟ يسبب السمنة. ولذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكل الألوان، هاي نفس لفظة اللون، يعني كناية عن تعدد الأنواع من الأطعمة. أكل الألوان من طعام الفساق، يعني هؤلاء الذين بعيدين عن الله تبارك وتعالى دائما يعددون في الأطعمة. يعني في سفرة واحدة، أي في سفرة واحدة، في مادة واحدة. نعم. سمك ولا جمع بين اللحمين في مائدة واحدة، يعني لحم متعدد، مثلا لحم الدجاج تجمع مع لحم مثلا الغنم، أو تجمع مثلا مع لحم السمك. هذا مضر للبدن، مضر للبدن. فإذا لابد أن تفرق بين وجبات الأكل بالنسبة إلى هذه الأطعمة. إدمان الحمام يوميا على الريق، إدمان الحمام يوميا على الريق يسبب أن الإنسان يذهب بالسمنة، كما جاء في الكافي من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوم. نعم. يوم ويوم، هذا يريد يكثر اللحم ماله. ومن أراد أن يضمر يعني يقلل من لحمه، وكان كثير اللحم فليدخل كل يوم على الريق. لكن ننصح إذا أراد أن يدخل على الريق يأكل لقمة واحدة من الطعام، لا يكون هناك شيء في جوفه، يعني يكون جوفه خالي من الطعام، لأنه يسبب ارتفاع حرارة المعدة. ولذا ننصح في حين الدخول إلى الحمام على الريق، المقصود يعني عدم الشبع الكامل، يأكل بمقدار لقمة واحدة، لا تكون المعدة فارقة لكي لا يبتلي بحرارة المعدة. عدم الإكثار من الأطعمة التي تسمن، أكو أمور أطعمة تسمن، مثل شنو الأطعمة اللي تسمن؟ اللحم، كثرة أكل اللحم يزيد في لحم الإنسان. البيبسي جدا يسمن، يعني قدح واحد يقابل، يعني إذا واحد يجي قدح واحد يشرب بيبسي كأنما ما كله تسع صحونة من الأرز، يعني هالقد يسمن. الحلويات الاصطناعية تسمن، أكل التمن مثلا يسمن، شديد السمنة، كثرة أكلها. احنا لا نمنع من أكل الأرز، والروايات تؤكد على أكله، لكن قلة مالته يعني لا يكثر في هذا المعنى. فإذا مراعاة هذه الأمور والرياضة، وأفضل الرياضة المشي، يوميا يمشي نصف ساعة إلى 45 دقيقة. فإذا هذا أفضل العلاج للسمنة، شيئا بعد الشيء الإنسان تقل عنده السمنة. أو سويق الشعير صباحا على الريق ملعقتين يقلل من السمنة بإذن الله تبارك وتعالى. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. أيضا لدي سؤال آخر حقيقة من الأخ أبو علي الخفاجي من العراق، يقول ما هو العلاج لنزيف الدم من الأنف. نعم الرعاف. نعم الرعاف. في الآن بالنسبة إلى ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، التفاح، إما ماء التفاح أو نفس التفاح، فهو يقطع النزيف. سويق التفاح يقول عن أبي بكير قال رعفت سنة، يعني سنة من السنوات بالمدينة، فسأل أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن شيء يمسك الرعاف، شنو اللي يمسك الرعاف؟ فقال لهم اسقوه سويق التفاح، يقول فسقوني فانقطع عني الرعاف. التفاح يجفف التفاح، يكون ورقة ورقة وتجففه، وتالي الطحنة وتالي السهسهة. نعم. بحرارة هادئة يصير سويق التفاح، وياكل يوميا من عنده ملعقتين، فإنه نافع لكثرة الرعاف مثلا، يقطع نزيف الدم. بعد ماء الحمد، يعني يقرأ على الماء الحامد ثم تقرأ وتكتب هذا الدعاء وأنت تأخذ بأنف المرعوف. شنو هو تقرأ؟ يقول أولا تقرأ على الماء شنو هو؟ الحمد، ثم تقرأ وتكتب. شنو تكتب؟ هذا الدعاء. يقول يا من أمسك الفيل عن بيت الحرام امسك دم فلان ابن فلانة. يقول ثم يصب على رأسه وجبهته ماء الحمد فإنه يمسك بإذن الله. هاي حالة أخرى لعلاج الرعاف اللي ما ينقطع. تقطير ماء الكراث في الفم يقطع الرعاف. وبعد تقطير دهن البنفسج في الأنف ليلية قبل النوم، فهو نافع لهذا المرض، أعاذنا الله وإياكم. هذا بالنسبة إلى هذا السؤال. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال آخر من أحد الأخوة حقيقة، يقول هل يوجد علاج لحصاة المرارة في طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ علة هذا المرض، إذا نرجع إلى يعني أصل هذا المرض، علته ازدياد الصفراء في البدن، يعني ازدياد الحرارة والجفاف. إذا ازدادت الحرارة والجفاف في البدن فالإنسان يبتلي بحصو المرارة، فلا بد من اجتناب الأطعمة ذو الطبيعة الحارة، يعني يشتبه مثل البهارات مثل الفلفل، يجتنب هذه الأمور، كثرة أكل اللحم، كثرة الأكل من الأطعمة المقلية بالزيوت، بالأخص الزيوت الاصطناعية جدا تزيد الألم بالنسبة لهذا المرض. لكن العلاج تأخذ 41 من النوى، نوى التمر. نعم. 1 من 40 فصم التمر. نعم. 41 وحدة، ثم يطبخ بمقدار من الماء. تجيب 41 فصم التمر والطبخه بيش؟ بالماء، مقدار ما يحتاج، وتشربه على الريق صباحا، جدا نافع لقضية علاج حصو المرارة. أكل الخس جدا نافع، أكل الهندباء جدا نافع، فإنه علاج لهذا المرض. السكنجبين الذي موجود هو السكنجبين نافع. كيف صناعة السكنجبين؟ السكنجبين اللي بالأسواق ما هو طبيعي باعتبار مستخدمين سكر، هذا السكر الموجود، لكن نحن بدل السكر نريد عسل. تأخذ 2 من العسل و2 من عرق النعناع أو الهندباء، 1 من هذني. نعم. بس ظاهرا هذا من شدة الحرارة يأخذ عرق الهندباء، و1 من الخل الطبيعي العنبي، يأخذ مقدار يخلطهن بعضها مع بعض في الليل قبل النوم. إذا كان عنده ألم، يعني كثرة ألم موجود، فيشرب منه يوميا 2 أو 3 بحسب الألم. لكن ألم مو موجود، لكن توجد فقط الحصوات بالمرارة، بالليل قدح 1 يأخذ 1/3 القدح من هذا التركيب، والباقي يريق عليه الماء ثم يخلطه ويشرب منه قبل النوم. فهو إلى 40 ليلة، 40 ليلة وفما فوق 40 ليلة، فهو إن شاء الله يزيل ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الفصد نافع لهذا المرض، في اليوم ملعقتين من العسل والحبة السوداء، لكن 3 أجزاء عسل وجزء واحد حبة السوداء، يعني مو مطحونة شديد الطحن، قليل الطحن، ويأكل ملعقتين صباحا ومساء، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يرفع عنه هذا المرض. أحسنتم سماع الشيخ، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال، يعني قضية الحمد والصدقة أنا بعد ما أكد. نعم. الحمد هذه مكررة بجميع الأمور. نعم جميع إذا أحبب، يعني أحب شخص أن يرى المعجزة فليعمل بالحمد والصدقة، إن شاء الله يرى العجائب إن شاء الله. بارك الله بكم سماع الشيخ. حقيقة ب4 دقائق لدينا سماع الشيخ أيضا نجيب على سؤال الأخ منذر الدريعي حقيقة من العراق. يقول الأخ منذر: السلام عليكم، ممكن تتكلمون بحلقة من طب أهل البيت عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عن علاج إصابات الحبل الشوكي وشلل الأطراف بسبب إصابة الحبل الشوكي، لأن كثير من الجرحى موجودين، يقصد جرحى الحشد الشعبي المقدس. نعم طبعا. نعم حفظهم الله ان شاء الله. يقولوا ماكو علاج كيميائي ولا اكو مختصين بالاغذيه المفيده والاعشاب اللي تساعد بتحسين حاله المصاب. نعم مع الاسف الشديد ان هذا المرض يعني من الامراض المستعصيه، يعني صعب جدا يعني، لكن نشير الى عده امور. وما من داء إلا وله دواء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء عدم اليأس والأمل بالله تبارك وتعالى، لأن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. المهم أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، إذا أراد الله أن يشفي أحدا فلا يمنعه أحد أبدا. ثاني شيء التوسل بالنبي وأهل البيت عليهم السلام، كثير التوسل، ياما ناس رأوا العجائب والغرائب من هذا، من التوسل بأهل البيت عليهم السلام. الدعاء هذا الذي يقول الإمام الباقر عليه السلام، أكو شخص سأله: سيدي ومولاي، توجد رواية عن رسول الله يقول: الحبة السوداء شفاء لكل داء. قال: صحيح الرواية، لأن قال شفاء لكل داء إلا السام، بس الموت ما إلى شفاء. قال: صحيحة هذه الرواية؟ قال: بلى. قال: هل أعلمك شيئا لم يستثني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: الدعاء، الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما، يعني الدعاء حتى يدفع عن الإنسان الموت، وكيف أن لا يعالج الإنسان. ولهذا جاء أحد الأطباء، امرأة جاءت إلى أستاذنا أتى الله الشيخ عباس تبريزيان، فقالت: أريد علاجا. فقال: وما تريدين من العلاجات؟ قالت: أريد الدعاء، فرأينا آثارا عجيبة بالنسبة إلى الدعاء، فالدعاء له تأثير بالغ على قضية العلاج، حتى أطباء الغرب توصلوا إلى هذه القضية، لأن الدعاء يعني أمل، والأمل يعني قوة مناعة البدن، وقوة مناعة البدن تساوي الصحة. فإذا الدعاء، الدعاء، الله تبارك وتعالى هو قادر على كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشفاء بتربة الحسين عليه السلام، ومسح التربة على محل الشلل في أوقات الصلاة، ترى المعاجز منها. بعد هناك أمور تقوي بدن الإنسان على المرض، أكو أمور كرامة للحشد الشعبي. نعم. نشير إلى هذه الأمور إن تبقى الوقت. نعم. كم مقدار عندنا؟ نعم. دقيقة واحدة سماع الشيخ للأسف. دقيقة واحدة؟ نعم. نعم بارك الله مع الأسف الشديد. باختصار نشير إلى قضية ما ورد عن أئمة أهل البيت لتقوية البدن، واقعا نافع في هذا الباب. الآن حينما نرجع إلى هذه الأمور نرى أنها تقوي البدن، من جملتها اللحم، مرق اللحم باللبن، يعني تجي تطبخ اللحم داخل الحليب، فهو جدا يقوي بدن الإنسان. ما عرف اللبن نفسه، الهريسة جدا نافعة لتقوية البدن، لأن بدنهم يضعف هؤلاء. صحيح. فيحتاجون إلى شيء يقويها، الهريسة جدا التي تطبخ مع اللحم. السويق ما شاء الله لتقوية البدن، السفرجل الحلو، سورة القيامة. الآن بقى أمور يعني بالنسبة إلى قضية تقوية البدن. المهم العمل بهذه الأمور جدا نافعة، من جملتها تدليك البدن بالحبة السوداء في محل الشلل، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يرفع عنهم هذا الألم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت سماحتك وادعو لأبطالنا حقيقة في الحج الشعبي، الله يوفقهم بجاه محمد وآل محمد إن شاء الله، النصر المؤزر، الله ينصرهم على أعدائهم إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد. أحسنتم سماح الشيخ، طيب الله يحفظكم سماح الشيخ أحمد دريس حبيبي، الله يعيد الشر، شكرا لكم. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت. نذكر السادة المشاهدين بالصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود والإعلام حسين الأميري. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.